وبالتالي بدأ يشارك. هل أنا غلطان في ده؟ مش ملخص. أنا بشكرك على هذا الملخص الرائع اللي بين قد إيه الجهود المصرية اللي بذلت بشكل واضح جدا لخدمة الناس، وده انعكس بشكل كبير على ثقة المواطن في الدولة المصرية. طيب انعكس بشكل إيجابي جدا. كويس، خليني بقى انتقل بيك إلى الداخل وإلى المدن الكبرى. المدن الكبرى هي اللي كان فيها دايما أغلب الشكوى، الحالة الاقتصادية وكده. طبعا مصر كلها بتعاني، احنا خلينا نكون واقعيين، مثل أي دولة في العالم طبعا، يعني مش كويس. ولكن أيضا تضخم في بريطانيا يا فندم وصل ل 18%. لا بريطانيا 20%. سوناك بيلبس عشان خارجين. خد بالك. ماشي. فأنا لا، اللي أنا واقف قدامه إيه؟ أنا من المعتاد، أنا راجل بتاع سياسة، إن المدن بتنتخب في آخر نص ساعة. ده حقيقي. عارف آخر يوم وآخر نص ساعة. ده المعتاد والله، اسمع مني. أيوة. وتلاقيهم بيضربوا بعض على باب الانتخابات، انا ما لحقتش انتخب يا سيدي، ما هي احنا بقالنا يومين فاتحين ولا النهارده 3 ايام. انما هذا الحضور الطاغي في الانتخابات داخل المدن الكبرى، فسرهولي. لا مهم جدا السؤال ده. في نقطه مصر عملتها والدوله المصريه عملتها، جعلت في ثقه كبيره جدا في الدوله المصريه، ومن اهم النقاط اللي جعل هناك هذه الثقة هي القضاء على العشوائيات. دي مهمة جدا، لأن القضاء على العشوائيات كنا بنشاهد أكتر، يعني القاهرة كان فيها عدد كبير جدا من العشوائيات. ده صحيح. أنت نقلت عيلة وأسرة كاملة كانت بتبحث عن حياة كريمة، اديتها شقة بدل ما كانت 6 7 أسر، أنا آسف، في حمام مشترك ل6 7 أسر. كان عندك بنتك بتخاف عليها جدا، كنت بتروح معاها لغايه باب الحمام، لغايه وتخرج تاني تستنى. لا ده انت نقلت بقى المواطن، بتقول له تعالى انا عايز اغير لك وضعك القائم ده واحقق لك الاستقرار الاسري والاجتماعي اللي بناء عليها تربي ابنك بالشكل اللي يرضيك. ونجحت الدوله المصريه في القضاء على العشوائيات بشكل كبير جدا، واعطت لكل الاسر، لم يظلم احد، كله خد شقق. هذه الشقق لم تكن شقق فارغه، ولكنها هي مجهزه بكل انواع التجهيز، عفش بالكامل، كل غساله، ثلاجه، تلفزيون، كل حاجه. وده جعل ان الدوله بتبحث عن راحه المواطن. قطاع ضخم جدا جدا، ده قطاع مش قليل. ايوه يا فندم، ولكن بنتحدث على العشوائيات، كنا بنخش البيت بتلاقي فيه 20 أسرة وهو البيت كله قد كده. لا الدوله قالت له تعالى بقى خد حقك. دي نقطه مهمه جدا. ولكن انا بتكلم ايضا عن الطبقه المتوسطه. الطبقه المتوسطه اكثر طبقه عانت اقتصاديا في الفتره الماضيه، واكثر فئه هتنزل تشارك، لان هي عندها ايمان بان الرئيس القادم للدوله المصريه لابد ان يحوز على ثقه شعبيه، لأن في تحديات وعلى رأسها القضية الفلسطينية، وعايزة أشيل القضية دي تاني وتالت، لأن القضية الفلسطينية غيرت المزاج العام في مصر، وجعلت الناخب المصري يشعر بأهميته وبأهمية صوته لإعطاء صورة للخارج، رسالة للخارج أن هناك رئيس قادم بكل أصوات المصريين، وليس بحفنة أصوات قليلة، ولكن بأصوات كبيرة وبإقبال تاريخي وبإقبال غير مسبوق. لأن بيقول له خلف القيادة السياسية المصرية ظهير شعبي حقيقي سيكون خلفه في اتخاذ ما يلزم من قرارات للحفاظ على الأمن القومي المصري. تمام. حضرتك أنت يمكن هنا بتشير، يعني بتلمح، أنا مش عايز ألمح على شخص معين على الإطلاق، لأن أنا في الأول وفي الآخر مهتم جدا بالتعددية في هذه الانتخابات، وانا حرمها لك بقى كده. لا احنا محتاجين رئيس اسد. احنا هنقول ايه بعد اذنك؟ بعد اذنك، بس يعني. بعد اذنك، عشان احنا في صمت انتخابي. ماشي دكتور حامد، بعد اذنك. ماشي.